السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. انا ان شاء الله غنتحدثوا على الموضوع ديال الاعشاب الخضراء، كيفاش نعطيوها للارانب ديالنا بلا ما تضرهم. الاعشاب الخضراء من المستحسن ان تشمش، يعني حنا كنقولوا تشمش يعني تحط في الشمس. هذا راه البيطراف، يعني جبته البارح وخليته في الشمس. انتم كيشوفوا كيفاش كيولي، انتم بهذه الطريقه هذه. دابا حنا كنقولوا هذا راه صافي بدا كيبدا كيبس، هو هذا البيطراف كيبقى فيه هذا الماء في الجذور ديالو، هذا راه صافي بدا كيبس. بالنسبه الى مشى تكرم مزيان كاع ماشي مشكل، ولكن في هذه الوقيته حنايا نقولوا الفتره ديال الصباح كنفضل نعطيهم هاد الاعشاب الخضراء، ولكن ماشي تكون غير تقطفوها وتعطيها لهم، او غير تجيبوها من السوق وتعطيوها لهم. راه كدير لهم المراره، واخا انتم عاطين الدواء ديروا احتياطات، ما تعطيهمش هذا الشيء اعشاب الخضراء تعطيهم لهم مباشره، لا خليهم حتى يتشمشوا ويلواو. حنا كنقولوا بحال لاوي. دابا ملي كتجيبها في الاول كتبان لك هذا الاخر الغصن ديالها باقي شاد مزيان، ماشي بحال هكا لاوي. دابا في هذه الوقيته تقدر تعطيهم هذا الشيء. وبالنسبه كيفاش الطريقه باش كيتعطى هذا الجزء، هذا الجزء الاخضر من الاحسن تعطيه للصغار، يعني بعد الفطام 3 شهور الاولى، شهرين 3 شهور. وهذا الجزء هذا من الاحسن تعطيه للكبار، هذا الغصن هذا اعطيه للكبار، يعني بحال اللي منين تشدوا الاخر قسموها هكا كيعطيك 2 اجزاء، هذا تعطيه للصغار، هذا لان هو الكبار تا هما غادي ياكلوه، ولكن من الاحسن هذا تعطيه بزاف للصغار وهذا تعطيه للكبار، هذا الجزء هذا، او تخلطوا للكبار هكا وهكا، ولكن الصغار تعطيهم هذا الجزء هذا. ومن الاحسن ان مره تشدوا هذا الشيء وتقلبوه بواحد الطريقه، يعني تشدوه هكا وتقلبوه، دير له هكا هكا باش الجزء اللي كيكون من التحت حتى هو يتشمش، فهمتوما؟ هي كتشدوه هكا بهذه الطريقه وكتقلبوه هكا هكا، قلبوه دير هكا وزو وقلبوا لهذه الجهه. وهذا الشيء ممنوع يتحط في الخنشه وتخليه يعني في واحد الخنشه مدكوك، يعني الا حطيتوه في الخنشه مدكوك كيولي صفر، ولا مشى تصفر. هو دابا راه تقريبا يومين هو محطوط هنايا وما اطلقش واحد الريحه ديال الحموضه، ولا الا كنتو خليتوه في واحد الخنشه وهو مدكوك شي على شي كيطلق واحد الريحه ديال الحموضه، هذيك راها كضرهم. يعني هذا الشيء راه ماشي ساهل باش كتعطيو لهم، لا يعني ديروا احتياطات ديما، خليهم هانتوما شوفوا ان درت واحد المساحه، ما تخليوش مجموع شي فوق شي، لان يعني ملي كتقلبوا الوسط كتلقاه صافي ضاع وبدا كيصفار. هو دابا يومين وباقي خضر، الا كان خضر ويومين عرفوا راسكم راه صافي هذاك هو اللي صالح لهم. ومن الاحسن تعطيه لهم في الفتره الصباحيه كيكونوا مقبلين عليه اكثر. بالنسبه لهذه الاعشاب الخضراء شحال من واحد كيقول لك سمو نعطيهم سمو ما نعطيهمش، هي اي حاجه حاره ما تعطيوها لهمش. مثلا القشور ديال الخرشف راه حار، يعني الا دقتوه في اللسان ديالكم كتلقاه حار. اي حاجه حاره بحال القشور عاوتاني ديال القوق حتى هو راه حار. اما البيطراف معروف، البيطراف راه كيكون حلو. كاع الاعشاب يعني اللي غادي تشيطوها على شي، مثلا الخيزو هذاك الورق ديالو حتى هو خدام لهم، اللفت، اي حاجه اللي هي حلوه يعني ما تكونش حاره ومره، هذيك المره راها كتضرهم على مستوى المعده وتقدر تقتلهم لا قدر الله. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع. الخضراء ما تكثروا لهمش بزاف، ما تكثروش بزاف، يعني مره. بالنسبه للحوامل عفوا اللي عاد ولدوا مزيان لهم هذا البيطراف، لان كيدير لهم الحليب، هذه معلومه حصريه على القناه ديالي. انا لاحظت ان فيما كندير لهم هذا البيطراف الحليب كيبقى يتزاد لهم. يعني الحمد لله. الى عجبتكم الحلقه تكيو على زر جام، اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على الجرس عفوا كما باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.